فولدت هيجي معي شلل نصفي. اول شيء كنت احبي حبي، لكن صار عمري 9 سنين لما شيت وقف انصد على الحيطان ووقعي. انا ماني بخطاب، نحن من كفر نورا، نزحنا وجينا على عزاز. انا بحب المدرسة وبهيه درست للرابع بضيعتنا، سنة ونزحنا، صار 5 سنين ما درست. أول مرة بفوت سابع هون على هاي المدرسة، بس أول سنة. شجعتني، قالت لي بتروحي بتسلمي مع رفقاتك، بصير عندك رفقات وبتدرسي وهي. وجيت على المدرسة صار رفقاتي يشجعوني.